شكرا سيد الرئيس فخامة الرئيس والصديق. حقيقة تحدثنا على مختلف المستويات، المستوى الثنائي بين إيطاليا والجزائر واللي نسجل فيه اتفاق تام بين البلدين على كل شيء، انطلاقا من ما يجري في المغرب العربي، ما يجري في البحر الأبيض المتوسط، وما هو ثنائي من طاقة وتعاون وصداقة متينة متجدرة في التاريخ مع إيطاليا. وقلتها وأقولها كل مرة ألتقي مع صديقي الرئيس ماتاريلا أن ما سجلته الذاكرة الجزائرية إزاء إيطاليا الصديقة فهو إيجابي وإيجابي جدا. قبل الثورة، أثناء الثورة التحريرية، بداية الاستقلال إلى يومنا هذا، لم نسجل مع الدولة الصديقة إيطاليا ولو سحابة صيف. كله على ما يرام، ونتمنى المزيد وأكثر إن شاء الله. احنا ملتزمين بصيانة هذه الصداقة بكل وسائل، مش إلا الطاقة. الطاقة شيء بديهي، لأن أولا الجزائر مبنية أساسا على الثقة مع أصدقائها وعلى الكلمة الواحدة والموحدة التي لا تتغير. احنا ملزمين دوليا ومعنويا وأخلاقيا أن نصون الاتفاقيات اللي نمضيها مع الآخرين، فما بالك مع إيطاليا صديقة. إذن من ناحية الطاقة احنا ملتزمين أن كل ما تريده إيطاليا فنحن مستعدون له. في حاليا ارتباط عضوي بين إيطاليا والجزائر ما يخص الطاقة، تطوير هذا الميدان ممكن يأتي بتنقيب معا بين شركة أوني وشركة سوناتراك، تنقيب معا، وكل مزيد في الإنتاج ممكن نوجهه بطلب من إيطاليا إلى صديقة إيطاليا واللي تكون هي الموزع عبر أوروبا. بالنسبة للكهرباء كذلك، احنا اقترحنا على الأصدقاء الإيطاليين أن يكون فيه خط أن كابل بحري سومارا يمشي من الجزائر إلى إيطاليا، وممكن من خلاله نمون جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية. إذن الطاقات المتجددة لقد بدأنا معا في إنتاج اللوحات الشمسية في بلعباس وأدوات أخرى بين شركة إيطالية وشركة جزائرية. فيه كذلك أمل أن ننتج مع بعض الهيدروجين الأخضر بالنسبة وتصديره نحو إيطاليا. فيه آفاق مفتوحة للستارت اب تاعنا الشباب أنهم ياخذوا تجربة من إيطاليا ويتعاملوا مع الشباب الإيطالي ويتعاملوا مع الصناعة الإيطالية في إطار تنمية أفكارهم. بالنسبة للدفاع الجزائري، احنا نتمنى كذلك أننا ندخل مع الصديقة إيطاليا في إنجاز ما هو ما يتعلق بالقوات البحرية كونستركسيون نافال، مستوى المدني والعسكري مستعدين. وفيه آفاق أخرى، آفاق مفتوحة مع إيطاليا، ثم قلتها
صديقي الرئيس ماتاريلا، ما فيش حاجز بيننا وبين إيطاليا اللي يمنع أي شيء. بالنسبة للمواقف السياسية والدبلوماسية، أكاد أن أقول أن فيه تطابق تام أو في بعض الأحيان تقارب كبير في الرؤى، تقاسم بمشاكل تاع تونس، ومستعدين الاثنين أننا نساعد تونس أنها تخرج من المأزق اللي دخلت فيه وترجع طريق ديمقراطي. وبالنسبة للشقيقة ليبيا نفس الشيء، الدولتين التي ليس لها أي مصلحة، بالعكس ما لها إلا مصاريف في استقرار ليبيا، هي إيطاليا والجزائر، وحنا مستعدين للمساعدة على أكثر استقرار في الشقيقة ليبيا حتى نصل إلى الطريق الوحيد في نظرنا، رغم التجارب، كل التجارب التي قامت بها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأصدقاء ليبيا، باقي إلا حل واحد هو الانتخابات التشريعية اللي تعطي الكلمة للشعب الليبي وتبنى ليبيا من جديد على أسس ديمقراطية. إذن تكلمنا كثير مع صديق بريزيدون الرئيس ماتاريلا، وفيه اتفاق تام على مختلف النقاط اللي تحدثنا عليها. إذن شاكر له مرة أخرى حفاوة تاع الاستقبال لي والوفد المرافق له، هذا دليل على الصداقة العميقة اللي موجودة بين إيطاليا والجزائر. وشكرا سيد الرئيس وصديقي العزيز. اعتبرت انت.